هلو اجين، فيديو جديد عن الهير كير او مجموعه العنايه بالشعر. فيديو النهارده هيبقى عن الاولابلكس، وان اوف ماي فيفورت براندز. عشان ابتدي الموضوع كده، انا اولا انا ام نوت بايست خالص، انا ما باخدش اي فلوس من اي حد علشان يقول لي اي حاجه، فانا دايما رايي او الريفيوز بتاعتي عن البرودكتس هتبقى حقيقيه 100% وهتبقى سوليلي او بس علشان الناس تعرف تستخدم البرودكتس اللي عندها مظبوط، او اللي ناقصه حاجه يعرف يجيب البرودكت المظبوط. عشان اوكي هخش ستريت اواي على الاولابلكس وايه هو الاولابلكس. اول حاجه، هل الاولابلكس ده زي الديب كونديشنر؟ هل هو هايدريتنج؟ هل هو علاجي؟ هل هو بيتقل الشعر؟ هل هو بيطول الشعر؟ هل هو بيفرد الشعر؟ هل هو بيخلي الشعر يبقى كيرلي؟ كل الكلام ده انا هجاوب عليه، بس الاول علشان ابتدي اتكلم عن الاولابلكس، انا واخده رايي من هير ستايلست انجليزيه، وهير ستايلست كتير في هير سالونز كتير شرحوا لي بالظبط ايه هو الاولابلكس، مع مجموعه طبعا ريسيرش وقرايه كتير، وكمان تواصل مع اولابلكس الشركه نفسها على الانستجرام علشان اسال الاسئله اللي انا عايزه اعرفها. فكل الاراء اللي انا بقولها لكم مش اراء، هي اكتر هي فاكتس عن الاولابلكس. طيب ايه هو الاولابلكس؟ اولا الاولابلكس هو تريتمنت او حاجه علاجيه للشعر التالف، mainly لل damaged hair. فعشان كده ده بيلغي اول سؤال اللي هو هل الاولابلكس فور ايفريون؟ نو اتس نوت فور ايفريون. لو انت شعرك فيرجن هير، يعني لو عمرك عملتي له هير هيت ستايلينج، عمرك عملتي فردتيه بالمكوى والكلام ده، ولا عمرك صبغتيه، مش هتستفادي حاجه من الاولابلكس، لان الاولابلكس هو علاج الاستخدام بتاعه الاساسي ان هو بي ريبير او بي ريفرس العمليه بتاعت ان هو شعرك باظ. يعني شعرك لازم يكون بايظ من الحاجه من الاول علشان تستخدمي الاولابلكس وتستفادي منه. طيب الاولابلكس ايه بالظبط الفانكشن بتاعته او الحاجه اللي هو بيشتغل عليها؟ الاولابلكس احنا اي حاجه بنعمل لها دامج في الشعر، زي مثلا الهيت ستايلينج، الصبغه، البليتش اللي هو بودره التشقير والكلام ده كله، الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ بتعمل اللي هي بتعمله ان هي بتخش الشعر عشان تخليه يغير في طبيعته، سواء كان طبيعته دي اللون او التكستشر، يعني هو كيرلي وعايزه تخليه مفرود، او هو مثلا لونه اسود وعايزه تخليه اصفر، فهي بتخلي الكوتيكلز او الستراند نفسها او الخصله بتاعه الشعر نفسها تتفتح، بحيث انه يخش الهيت ده ويغير الطبيعه بتاعتها، او يخش الصبغه او البليتش ويغير الطبيعه بتاعتها اللون. عشان كده بنلاحظ ان احنا بعد ما بنصبغ شعرنا، حتى لو شعرنا كيرلي جدا، بنلاقيه فتح او فرد شويه، بيغير الطبيعه بتاعته. فالاولابلكس اللي هو بيخش يعمل انه كل الصبغه والهيت ستايلنج بيخش يفتحوا فيه ده، هو بيرجع يقفله تاني، بيقفل السلفر بونز والنيتروجين بونز. شعرنا متكون من كيماويات كتير او مواد، زي يعني كيميكلز، زي اي حاجه في وشنا متكون من بروتينز، وشنا مش عارفه، جسمنا متكون مش عارفه من ايه، هو برضو شعرنا متكون من حاجات. الحاجات دي لما بتبقى قليله في الشعر بيحصل الدمج او بيغير التكستشر او الصحه بتاعه الشعر. الاولابلكس بي ريفرس العمليه دي، وعشان كده ده الفانكشن الاولاني بتاع الاولابلكس نمبر 1. لحد دلوقتي اولابلكس انتجت لنا 7 سيريس. في السيريس بتاعه الاولابلكس هم 7 برودكتس، 7 منتجات. المنتج الاولاني والتاني دول بيستخدموهم جوه الصالون، انت مش مضطره ان انت تجيبيهم خالص في البيت، وليهم الفيرجن هو نمبر 3. هو ده بقى الفيرجن اللي انا هتكلم عليه النهارده باستفاضه، اللي هو ازاي تستخدميه في البيت. رقم 1 ورقم 2 دول بيستخدموهم الناس الكوافيرات اثناء عمليه الصبغه، وممكن تروحي لهم في الكوافير تقول لهم انا عايزه اعمل اولابلكس تريتمنت بس من غير ما تصبغي شعرك، عادي جدا. النمبر 1 ونمبر 2، واحد فيهم بيبقى اويل وواحد فيهم بيبقى كريم. الاويل او اللي هو الليكويد بارت ده بيتحط مع الصبغه نفسها، علشان وهي بتصبغ الشعر صحيح بتاخد وقت اطول، لان هي كل حاجه الصبغه بتحاول تعملها الاولابلكس بيحاول يعمل عكسها. فلو انت مثلا متعوده ان انت شعرك بيلقط مثلا في الصبغه في ساعه، هتلاقي بياخد مثلا ساعه ونص ساعتين علشان العمليه دي، صحيح بتبقى ابطا بس سيفر او اسهل بالنسبه لشعرك، وخاصه لو كنت هتفتحي شعرك درجات كتير. فالاولابلكس اساسي. بعدها بعد ما بتخلصي صبغه بيعمل لك الكريم ده وبيشطف، وبتبقى خلصتي. يو دونت هاف تو نو الاولابلكس 1 و2 دول بيتعملوا ازاي، لان انت صعب جدا ان انت تستخدميهم في البيت، هم ليهم استخدام معين. ممكن تروحي للكوافير وتطلبي منه ان هو يعمل لك التريتمنت دي في الصالون نفسه، يعني هتبقى شويه برايسي. ده فروم ماي بوينت اوف فيو، او نصيحتي ليكم ان انتوا تجيبوا اللي هو الهوم فيرجن اللي هو اولابلكس نمبر 3 اللي هو ده.
هيبقى احسن كتير، لان ده حتى لو سعره مثلا، هو سعره انا جبته مثلا ب 700 جنيه، عقبال ما وصل لي بالدليفري والكلام ده كان 740 جنيه، لكن وفي بيجز تانية بتبيعه ب 500 جنيه، لو جبتيه من بره يبقى احسن بكتير من امريكا او من انجلترا او من اي، من سيفورا. سيفورا وان اوف اللي هم الحاجات الاساسيه اللي واخده الفرانشايز بتاع اولابلكس الاوريجينال، اكيد طبعا لان في بيجز بتجيبه مش اوريجينال، فيو هاف تو نو اللي هو لو اوريجينال او لا. بس لو جبتيه احسن اللي هو الهوم فيرجن ده هيوفر لك، لان كل تريتمنت في الصالون مثلا ممكن تبقى 400 ل 500 جنيه، او لو استخدمتي وان ستيب من غير ستيب تانية طبعا مش بتبقى مفيدة خالص، لازم تستخدمي التو ستيبس مع بعض، واحد واثنين. لو احد عرض عليك انه يعمل لك ستيب واحدة يبقى كانك ما عملتيش اي حاجة. فبتستخدمي فانت الاحسن لك يعني ان انت يبقى عندك ده مفهوش، مش كومبليكيتد زي اللي بيتعمل في الصالون، وفي نفس الوقت بتعمليه اللي هو الباك دي او الجار دي. انا استخدمتها مثلا من شهر، بقالي 5 شهور، فرقت معايا جدا جدا، وفي نفس الوقت عملت كذا تريتمنت بالفلوس اللي هي اكتر سن. فهي لو حسبتيها كريشيو هتلاقي ان الفلوس اقل كتير جدا لو انت جبتي الهوم فيرجن. الاحسن ان انت تستخدمي 1 with 2 لما تكوني بتصبغي في الصالون، فهو كده كده يعملهولك، فاطلبي من الستايلست بتاعك ان هو يعمل لك اولابلكس. طيب في بعد كده بقى اولا بلكس تايب نمبر 3 ده بيستخدم ازاي، هقول لكم دلوقتي حالا. نمبر 3 ده كل الفكره ان انت لازم تغسلي شعرك كويس جدا علشان يعرف الاولا بلكس ده بيشتغل على شعر، شعر مبلول ونظيف، فلازم تغسلي شعرك بالشامبو، شامبو طبعا سلفيت فري والكلام ده كله اللي احنا بنتكلم فيه من زمان. بس هتغسلي شعرك كويس جدا بالشامبو بحيث ان هو يبقى كلين، وتحطي عليه كميه ريتش من الاولابلكس. حسب انا مثلا شعري خفيف انا ما بحطش كميه كبيره، فالجار ده او الباك دي قعدت معايا فتره طويله. لكن لو انت شعرك تقيل شويه هتلاقي ان انت بتستخدمي كميه اكبر. المهم ان انت وانت بتسرحيه ما تلاقيش ان شعرك في حتت دراي، المفروض ان شعرك كله يبقى سوكت، يعني واخد كميه كويسه من البرودكت. وبعدين بتسيبيه قد ايه؟ اوبتيمم 45 دقيقه، مش اكتر من كده. بس هو في حاجه لازم اقولها على الاولبلكس برضو، علشان في بنات كتير بتقفل من المنتج بدون اي داعي بسبب عدم استخدامها الصحيح، هو ان هو ما عملش معايا حاجه. ما هو ما عملش معاكي حاجه، هو حسب، وده شرحته في فيديو قبل كده كنت بقول من البرودكتس اللي هي عملت معايا فرق فظيع في مرحله الترانزيشن، ان الاولابلكس النتيجه بتاعته تراكميه اكيوميليتيف، بمعنى ان انت هو انت مثلا واصله لمرحله دامج 7، يعني معنى كده ان انت سبختي وعملتي هير ستايلنج وعملتي تريتمنت مش عارفه ايه، عملتي بيرم وعملتي، فوصلتي لمرحله دامج مثلا 7. اول مره هتعملي الاولابلكس هو مش هينقلك لحد الوان تاني، اللي هو هينزلك درجه، فانت هتحسي بس مش قوي. مع الاسبوع اللي بعديه هتعملي تاني، مع الاسبوع اللي بعديه، وهكذا لحد ما هتلاقي ان شعرك فرق جدا، بس on a definite course of time، يعني مش بكره هتلاقي الدنيا اتغيرت. ومع ذلك what I promise you what Olaplex promises you ان انت مثلا لو شعرك مثلا كنت على طول عامله كيرلي ورحتي الكوافير couple of times فهتلاقي ان شعرك اتفرد شويه، لو مع اول تريتمنت من الاوركس هتبص تلاقي شعرك بدا تاني يستجيب للكيرل باترن بتاعته. مش هقول ان هو هيرجع بالظبط زي الهيلثي هير اللي كان موجود، بس هيبتدي يستجيب. فاللي انت هتعمليه ان انت هتعمليه النهارده وكمان اسبوع وكمان اسبوع لمده شهر، وبعدين هتوقفي لسبب زي اي حاجه في الدنيا بنقولها، ان انت لو قعدتي تستخدمي في الحاجه over and over again مش هتستفادي بيها، لازم تفصلي شويه في النص عشان يبتدي يفضل الحاجات ترسبوند. يعني مثلا لو خدتي فيتامين وقعدتي تاخدي الفيتامين ده اون كورس اوف مثلا 3 4 شهور، هتبص تلاقي ان مثلا بعد الشهر الرابع بطلتي تشوفي افكت، علشان الهابيتويشن او ان جسمك اتعود على ان هو يجيله الحاجه زي كده، وبعد كده هيبطل يعمل تاثير. فالاحسن ان انت تستخدميه في الاول مثلا نص ساعه لاسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع، رابع اسبوع، وبعدين اول ما تلاقي شعرك اتحسن وقفي، وبتدي اعملي تريتمنتس تانية. يعني عندك بروتين تريتمنتس، عندك ماسكوت هيدريشن، عندك اويل تريتمنتس، عندك حاجات كتير ممكن تستخدميها انستد من الاولابلكس. هو الاولابلكس في المرحلة دي مهم جدا. طيب اللي هو الاولابلكس نمبر 3 عشان اكمل هو كان بيتعمل ازاي. فاحنا قلنا احنا غسلنا الشعر حطيناه بكميه ريتش، وبعدين هتخشي هتغسلي شعرك تاني بعد 45 دقيقه اللي هو الاوبتيمم تايم. عايز تقعدي ساعتين هو زي ما انت عايزه، هم بس النوت اللي هم قالوها ان as soon as ان شعرك نشف
هيبطل يستفاد من الاولابريكس. فالاحسن ان انت يا اما تخليه دايما مبلول لو عايزه تقعديه وقت طويل، وانا مش فاهمه تبقى عايزه تقعديه وقت طويل ليه، بس لو عايزه تقعديه في وقت طويل يبقى دايما كل شويه تخشي تبليه، يا اما اول ما هينشف خش اغسليه بالشامبو عادي جدا اللي هو السلفيت فري ما فيهوش اي مشكله، وبعد كده بكونديشنر عادي اللي هو السيليكون فري. طيب في فيرجنز تانية من الاولابلكس نزلت اللي هو نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7، كل واحد منهم البلاك نيوز او النيوز اللي هي مش كويسة هي انه ان هم كلهم فيهم للاسف اللي هم الكونديشنر والشامبو كده مش سلفيت سيليكون فري. طيب نمبر 4 and نمبر 5 are shampoo and conditioners، وهم regular shampoo conditioner بلسم وشامبو عادي جدا بتستخدميهم بالطريقة الطبيعية، تغسلي وتشطفي وتعملي وكده. لو انت مش ماشية على سي جي ام ميثود وعايزة تخلي شعرك يفرق جدا definitely روحي التريتمنت دي ومعاها الشامبو بتاعها والكونديشنر بتاعها، لكن لو انت ماشية على السي جي ام لا خلاص، هو الكونديشنر بس هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتلاقي فيه السيليكون، لكن بقيه الحاجات للاسف هتلاقي فيها سيليكون وسلفيت، فهتبعدي عنها لو انت ماشيه ستريكتلي على السي جي ام. انا كان عندي الاوبورتونيتي بصراحه ان انا اشتري السيريس كامله يعني من سيفورا وقت ما كنت مسافره، بس حسيت ان انا لا خليني احسن في الحاجات بتاعتي اللي انا متعود عليها وكلام ده. طيب فده نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 ونمبر 7 هم بوندنج اويل وفينيشنج سيروم، الاثنين تحفه. انا ما جربتهمش طبعا بس شفت يوتيوبرز كتير او انفلونسرز كتير بلوجرز هير بلوجرز يعني بيكلموا على ان هم بيفرقوا معاهم جدا انستاد اوف الستايلنج برودكتس الطبيعيه، وحتى ان هم بعدها ممكن يعملوا له هيت ستايلنج عادي، فمش هستفيد قوي في الموضوع ده. طيب النتائج بقى اللي انت تتوقعيها من الاولابلكس، نمبر 1 زي ما انتم شايفين النهارده الشاين، يعني الشعر نفسه بيبقى بيلمع. انا جنونلي انا مش حاطه اي حاجه مختلفه خالص عن كل غسله انا بعملها النهارده غير الاولابلكس، فنمبر 1 هو الشاين. نمبر 2 ان بتلاقي ان الشعر لما يعني بتريفرسي، يعني بتحسي ان انت مثلا لو شعرك بقى دراي قوي، شعرك بطل يستجيب قوي، بتيجي تعملي له مثلا تفرديه بالسشوار مش راضي، شعرك جايه تحطي عليه مثلا ستايلنج برودكت تحسي ان هو البرودكت مش راضي يعمل الحاجات دي، الاولابلكس هيخلي شعرك متواع، يعني هيخليه فيرستايل او يعني عنده ادابتيشن كده تو واتس ايفر انت بتعمليه، عايزاه يبقى كيرلي هيبقى كيرلي معاكي، عايزاه يتفرد هيتفرد بسهوله، عايزاه زي ما يكون بيبقى شعرك دد وهو بيرجع للحياه تاني، بتحس ان شعرك رجع زي الفيرجن او البيبي هير. طبعا مش من مره من كذا مره بس يعني في كل غسله هتحسي ان هو بقى احسن. الحاجه تانية برضو اللي انا ملاحظاها ان اللي هو زي ما الغسله دي عامله ان انا شعري انا قصاه القصه اللي هي كده، فهو شويه ساعات بيبقى شكله بيراميد كده. الحاجه اللي فرقت معايا جدا النهارده كنت مفتقداها لان انا ما كنتش عملت اولابلكس تريتمنت خالص من شهر ديسمبر، ان انا لقيت شعري تهدل نزل ناعم مش شايط مش فريزي، يعني مش طالع ونازل، حاساه شعر ناعم، يعني حاساه يعني انا شكله ما بقاش الشعر مهما عملت ماسكات هيدريشن. هو الاولابلكس مش زي اي حاجه بتستخدميها من ماسكات تانية، ان هو زي ما الهير ستايلست بالظبط قالت لي ان هو بيشتغل من جوه لبره مش من بره لجوه، يعني انت اي ماسك مثلا حتى لو انت استخدمتي ماسك هيدريشن رهيب من الماسكات المشهوره جدا بتاعه الهيدريشن، كلها اللي بتعمله اللي هي بتنعم الشعر من بره، بتديله هيدريشن من بره، بتحاول تخليه يخش لجوه لما بتلبسي هيت كاب والكلام ده. الاولابلكس مش محتاج هيت كاب، مش محتاج اي حاجه، هو فعلا بيخش على الشعره بيصلح فيها من جوه، فبالمره المظهر بتاعها بيبقى احسن، ففعلا الشعره بيبقى المظهر بتاعها احسن الى حد ما، حاساه بيطول، ودي حاجه انا اول مره اخد بالي منها رغم ان انا فردت شعري في الفتره الاخيره، بس ما كنتش متخيله ان انا هسيبه كيرلي وان انا هلاقي مثلا القصه وصلت لي هنا، ما كنتش متخيله الموضوع ده خالص. الاولابلكس بيديله الاسترتشنج او الاسترنثنج، يعني بيقويه وبيخليه ياخد مساحته وبيديكي طوله الطبيعي وحركته الطبيعيه، يعني هو من الاخر بيرجعك لمرحله ما قبل الدامج. Do I recommend Olaplex؟ طبعا it's very obvious and all through the video انا بريكومند الأولابلكس قد ايه، انا بريكومنده جدا للبنات اللي هتعرف تستخدمه وللبنات اللي هي فعلا شعرها النيت. هل تجيبي السيريس كلها ولا لا you need بس اللي هو perm، يعني الحاجة اللي هي ما تفكريش عشان تجيبيها، هو ده Olaplex number 3.
تجيبيه منين؟ في اونلاين بيجز كتير، لو انت بالنوع اللي بتقدري تسافري هاتيه من سفورة اضمن لك، او لو حد جاي لك من امريكا، او البيجز التراستد كتير جدا على على الفيسبوك. حاولي تجتهدي وتدوري، لان انا مش عارف اقول لكم دلوقتي كل البيجز اللي بتبيع. ما تحاوليش تجيبيه من سوق والحاجات دي او من كده، لان هتلاقيه اوفر برايس. لو لقيتيه واثقه ان هو اوريجينال طبعا هاتيه، بس في بيجز كتير اللي هي بتاعت البنات اللي بتسافر وبتروح وبتيجي، ده احسن لك، وخاصه اللي هم بيشتغلوا في الهير كير، لان هم هيبقوا حريصين ان هم يجيبوا لك اوريجينال. هل هو worth الفلوس ولا لا؟ 100% worth الفلوس، لان انت مع كل حاجه بتاذي بيها شعرك ده بيصلحها، بيلم وراكي اللي انت بتعمليه، فهو يستاهل every bit of product، وهو مش زي اي product تاني، ولازم يبقى في حصيله الهير كير اللي موجود في بيت اي بنت شعرها كيرلي، شعرها مفرود، او شعرها دامجت، او حتى لو شعرها صحي وهي عايزه تحسن منه. بس فاي هوب ان الفيديو ده يكون كل جاوب على اسئله كتير عن الاولابلكس، وايم ريدي تو شوت مور فيديوز، لان انا بجد الاولابلكس من الحاجات اللي انا بدوي ريحته حلوه قوي، ريحته مش زي الحاجات اللي هي ناتشرال وكده، هو ريحته زي الحاجات اللي بتستخدم في الصالونات. فايم ريدي تو باي ذا واي، الجار الصغير ده، دي برضو تريك كنت اتعلمتها، ان العلامه دي اللي هي ان دي معناها ان هو الاكسبايري بتاعته ما بيبقاش فيه مكتوب الاكسبايري من فوق ولا من تحت ولا اي حاجه، بس دي معناها ان من ساعه ما تفتحي ده كده وخلاص تبتدي تستخدميه 24 مانث، سنتين يقعد معاكي ما بيبصش، ما بيحصلوش اي حاجه. ف this is all the answers to the questions I assume ان انتوا بتقولوها عن الاولابلكس، و I'm ready to answer more questions if you want. type تحت في ال comment bars و I will be ready to answer all your questions، او على الانستغرام inbox go directly when I'm gonna check them all. بس thank you and see you again for hair care video more and bye bye.